الجيل اللي انا جاي منه 40 50 60 65 70 75 وهكذا. انا جاي من 60 اهي. حلو كده يا شباب؟ هتمشي وافق كده رايح لكام؟ ل 15. علم لي على دي تطلع 500، يبقى تقاطع الخطين دول من 60 مع 15 اعمل دايره كده الاقيها 500. شفتها يا شباب؟ طيب جميل قوي. وانا ماشي كده بال 60 قابلني حاجه قبل ال 500 كده اللي احنا بنسميها اللينس اوف تيبر، 270 بالمره. ماشي يا شباب؟ 270 جوه ال 500. ايوه بالظبط، يبقى ال 500 تشمل ال 270. ماشي يا شباب؟ وده اللي انا عملته هنا في ايه؟ في حل المساله اهو. جاي من 60 ورايح ل 15 وعندي الميل 4% اب. استنى بقى، ايه جت منين ال 4% اب دي؟ هو مدي انت بس هو مش عاطيني اب، عاطيني داون كده. يبقى الطريق ده كان نازل كده، صح يا شباب؟ شوف بقى عربيتك جايه منين ورايحه فين؟ انا عربيتي طالعه ولا نازله؟ طالعه. طالعه لان هي جايه من الحته دي، صح؟ يبقى العربيه بتاعتي طالعه. طالعه كام بقى؟ نفس القيمه اكيد 4%. يا شباب؟ فعشان كده انا سميت 4% اب الجي اللي هي دي. قال لك بتخش جدول 30 وتجيب ال اللي بتساوي 500 وال ال تيبر اللي جنبها على طول 270. ومن جدول 31 هات كوريكشن فاكتور للميل اللي هو 4%. ليه بقى بنعمل تصحيح للطول ده يا شباب؟ انت بتقول يا دكتور لما هدي من 60 ل 15 بعوز 500 فيه. ال 500 دولت لو الميل بتاعك اقل من 2%. طب لو الميل زاد عن كده هيحصل ايه؟ تخيل كده وانت جايب عربيتك وبتدوس فرامل وبتهدي وطالع مطلع، هتقف بسرعه صح؟ طب لو نازل منزل هتاخد وقت اطول، هتاخد وقت اطول او مسافه اكبر. فهي القصه كده، تصحيح تاثير الميل على القيمه بتاعتك. انت جاي من 60، طبعا منطقي جدا ان انت لو انت نازل هتعوز طول اكبر لما تدوس، لو تعرف تقف انت عاوز تلحق تهدي. فهنا بيقول لك هتخش الجدول بقى اللي هو جدول 31 عشان تجيب كوريكشن فاكتور. تتوقع بقى كوريكشن فاكتور ده يبقى اقل من الواحد ولا اصغر من الواحد ولا اكبر من الواحد؟ لو انا طالع مطلع وبدوس فرامل اقل طبعا، صح ولا ايه؟ اقل من ركبت الوزن عكس الاتجاه، صح يا شباب؟ خلاص هتفرملني اكتر. فعشان كده تلاقي السي اف ده اللي هو كوريكشن فاكتور 9/10. هقول لك بتجيبه ازاي دلوقتي. خلاص من جدول 31 اضرب بقى ال 500 اللي انا جبتهم فوق دولت في 9/10، في 9/10 يطلع لي الكوريكت الطول الحقيقي بقى. انا استفدت كده من الميل بتاع الطريق، ماشي يا شباب؟ من التاثير بتاع الميل. الجدول بقى اللي بيجيب لك الكوريكشن فاكتور ده اهو اللي هو مايل ده، معلش على الجنب ده معرفش في شكل هنا عجمه اللي هو ده جدول 31. الجدول ده يا شباب متقسم اللي فوق ديسيلريشن واللي تحت اكسلريشن. فيها مشكله دي؟ انا شغال هنا دلوقتي ايه؟ ديسيلريشن، يبقى انا شغال في الحته دي. طيب متقسم طوليا كده ل 3/4% اب و 3/4% داون، يبقى ده الاب وده الداون. انا الحاله بتاعتي هنا ايه؟ اب. يبقى انا شغال هنا كده. طيب 3/4 اب ب 9/10، 5/6 اب ب 8/10. انا الحاله بتاعتي 3/4 9، ما فيهوش حوارات كتير. ماشي يا شباب؟ طيب لو انا شغال في الاكسلريشن تحت برضه نفس القصه، الحته دي اب والحته دي داون، وبرضه ال 3/4 ما فيش كسوف، ما فيش في النص، يعني ما فيش 3.5 و3.2 والكلام ده كله. لا، لو هي تقع في الرينج ده يبقى طبق عليها الايه؟ الكوريكشن فاكتور ده. عشان كده لما قلت لك اقل من 2% مش هلاقيها اصلا قيمه. فاهمين؟ لما قلت في الاول اقل من 2% مش هلاقيها قيمه. هنا لما دخلنا الجدول طلع 9/10، طلع لي الكوريكشن فاكتور بتاعي 9/10 ضربته في 500 طلع 450، خلصت الحته بتاعت الاكسلريشن. الاكسلريشن شرقه بالظبط. الاكسلريشن بقى انا جاي منين؟ لفيت هنا اهو وعاوز اطلع كده. صح؟ جاي من كام انا هنا؟ 15. ورايح لكام؟ لا 40. سرعه الطريق ده يا شباب، يبقى اروح للجدول على طول اللي احنا قلنا عليه من شويه ده.
انزل من فوق انزل تحت الاكسلريشن. انت جاي من كام؟ من 15 اهي رايح لكام؟ ل 40. يبقى الطول بتاعك كام؟ 325. ماشي بقى. طب والتيبر 190. التيبر دي بتاع طول الكسره دي بعد ما اخلص خالص وازود سرعتي عاوز طول الكسره كده عشان يردني على الطريق تاني. ماشي يا فنسيب. ادي اللي مكتوب عندنا في المساله هنا اهي من 40 و15 والميل 1.5%. خدت هنا كوريكشن فاكتور؟ لا اقل من 2. اقل من 2 كانه مش موجود زي ما كان. خلاص يا شباب. فطلع لي انا عندي جدول 30 طلعت لي 325 والال تي 190 ونو كوريكشن فاكتور. خلاص يا شباب. طيب ده كده البارت الاولاني فيها مشكله. طيب ينفع بقى على الرسمه اللي انت كنت عاملها فري هاند تكتب الارقام دي؟ يعني الرقم ده هو كده تكتب له تقول لي يبقى ده كان كام؟ 450. كوريكت بقى. وده كان 270 صح؟ وقلنا هنا كان كام؟ ده عمل كام؟ حد يقول لي بالاكسلريشن كام؟ 325 فيت. والال تيبر 190؟ 190. والريدياس كام؟ ثلاث انصاف اكتر زي ما اتفقنا. 100 150 100 100. يا شباب الكلام ده لو ما لحقتش ترسم بسكيل، لو لحقت بقى ترسم زي ما انا علمتك من شويه كده في الرسم اللي هي بتاع الثري سنتر بتكون بقى وكده الدي وتقعد تجرب بقى تراي اند ايرور. خلاص؟ طيب خلص البارت ده كده كل اللي فيه. والدبليو دي طبعا جبناها بالمناسبه 22 فيه. فاحنا ماشيين كده اهي اللي فوق خالص اهي. والاوفست دي عشان ترسم زي ما اتفقنا. ده شباب. طيب خلصت البارت الاولاني. البارت الثاني شرط طبق عليه القاعده. الدلتا بتاعتك بقى في الحاله دي للبارت اللي جاي من الجنب ده اللي هو ده سايد 1 الدلتا بكام؟ 75. ركز بقى قوي. العربيه جايه منين ورايحه فين بقى المره دي؟ انا جاي المره دي من تحت وداخل يمين. يبقى اللي تحت دي اسمها الديسيليريشن لين واللي في النص ده اسمه الرادياي. اول حاجه ببدا بالرادياي. الدلتا 45 يبقى اكبر من 60 يبقى استخدام 3 سنتر كيرف. دخلت في الجدول الفلاني بال 75 اللي هو الجدول ده اهو. فين 75 اول واحده اهي؟ 75 مع البي يبقى 150. 75 150. هات الاوفست بالمره هات الدبليو بالمره. ماشي يا شباب؟ كنت فين يا بهوات؟ انت معاك الماده بتاع الترافيك بس ما معاكش طرق؟ الحاره 18. اروح للديسيليريشن لين اللي جايه منين؟ من تحت. جايه من 40 ورايح لكام؟ خدوا بالكم بقى يا شباب الحاجات مش شبه بعضها. هي القاعده واحده. لكن شوف انت جاي منين ورايح فين. انت جاي من تحت بسرعه 40 وبتلف ب 15. انا جاي من 40 ل 15. اه والميل بتاعك 1.5 نجلت. تخش جدول 30 تجيب ال تلاقيها 300. تعال ندخل مع بعض جدول 30 اهو عشان نتدرب عليها المره دي اهو. في الديسيليريشن انا جاي من كام؟ من 40 ورايح ل 15 كام؟ 300. والال تيبر 190. يا شباب هو دكتور في بقى جداول لو في حاله طرق بقى تقاطعات حره او كلام ده. اه طبعا. وطبعا ما فيش كوريكشن فاكتور عشان الواحد ونص ده ايه اصغر من 2 مش هتلاقيه في الجدول اصلا. حاره زياده السرعه بقى اللي هي على الطريق ابو 60 ده انت جاي من كام ورايح ل 60؟ جاي من 15 ورايح ل 60 مع طالع 4%. المره دي طالع بقى. طب تخيل بقى وانت طالع مطلع وبتدوس بنزين عشان تزود سرعتك. هتعوز معامل اكبر من واحد ولا اصغر؟ اكبر. صح ولا لا؟ تعوز مسافه اطول لما تعرف تعمل ده. انت شوف انت بتزود سرعتك وطالع مطلع كمان كانك طالع كوبري كده ولا حاجه. 4% ده رقم كبير. خلي بالك الكباري المفروض الميل بتاعها ماكسيموم 5% للعربيه الملاكي. ماشي كده؟ طيب ادي 4% اب. دخلت الجدول بنفس الطريقه طلعت 1125 والال تيبر طلعت ب 270 ودخلت الكوريكشن فاكتور طلع اكبر من واحد اهو. ضربته في الرقم ده طلع اكبر كمان 1575. ده الطول بتاع الحاره دي. ماشي خلاص؟ الارقام دي بقى هاتها حطها هنا.
خلصنا كده من الديزاين اهو بتاع البارت ده. طيب ممكن صراحه ندخل الجدول ونجيب المعامل الاكسلريشن بتاع التصحيح اللي هو 1.4. اه اهو الجدول اللي فوق ديسيلريشن الاربع حاجات دول الاكسلريشن هي مش موجوده خلاص. معلش عذرا بقى في موضوع اللوحه دي. طيب بنيجي هنا نقول والله من 3 ل 4 انا هنا كده ماشي يا باشمهندس اب ولا داون؟ ده اب يبقى انا في الشريحه دي. لو داون يبقى في الشريحه دي. طيب المعامل ده ارقام كتير ده كويس ان انت قلت لنا نيجي الحركه دي ارقام كتير. انهي رقم في دول؟ قصه بسيطه جدا انت جاي من سرعه 20 مع 40 يبقى 1.3 ولا جاي من سرعه كام؟ في الحاله دي جاي من كام؟ من 15 ل 60 صح؟ انا عندي هنا الجدول بيبدا ب 20 بس اهي ال 20 دي التيرنينج سبيد يا شباب والراس ده الديزاين سبيد يبقى انا معايا 60 مع 20 تطلع لي 1.4 ماشي كده؟ كل حاجه بقى ايه كيس باي كيس كده الجداول دي بتخش بيها الامتحان عادي نسخه نظيفه طبعا مش مكتوب عليها اي حاجه. طيب الاستورج لين بقى يا شباب حاره التخزين اللي هي حاره التخزين دي مش حاره تهدئه برضو بس للصفر بدل ما كنت جاي في دي من 60 ل 15 لا انا جاي من 60 لصفر لستوب كونديشن يعني هتتعامل كانها معامله حاره ايه تهدئه بالظبط وهتروح لجدول التهدئه جاي من 60 لسرعه الدوران صفر وبرده نفس القصه الميل له تاثير معاها برده خلاص. طيب تعال نشوف بقى الجدول فين بقى الاستورج لين في الجدول هنا شايف قبل ال 15 في حاجه اسمها ستوب كونديشن اللي هي الزيرو انت جاي من 60 حاضر اهو مع ستوب كونديشن طلعت 500 يبقى انا محتاج حاره تخزين 500 بس لسه هصححها نازل 4% هروح اجيب التصحيح بتاعها بقى بس اجيبه فين بقى في الحته بتاعت الديسيلريشن ماشي كده؟ طيب 3 ل 4 ديسيلريشن طلعت 1.2 ما انا فعلا وانا ببطأ ونازل منزل عاوز مسافه اطول ولا لا؟ فطلعت اكتر من 1 يا شباب؟ عشان كده لازم اوصل فيها للصفر؟ اه عاوز اوصل للصفر بقى لازم اوصل فيها؟ اه لازم ما ينفعش تقوم قطع الشارع كده والا هيحصل مصايب إلا لو جه وقتي اصلا هو وقتي طابق مع الوقت اللي انا جيت فيه في الحاره مثلا بقى لو انت جاي بقى من سريع لكن احنا بنتكلم في الكريتيكال كيس ان انت بتحتاج تقعد. هو دكتور مش الطريق ده مش هو داخل يمين كده يعني لا انا بتكلم على الحرف الراجل ده جاي كده لازم يدوس فرامل ويقف لان لو ما وقفش هياخدش كده الناس دي خلاص ماشي بقى ادي حرب التخزين هي طلعت بالكوريكشن فاكتور 1.2 طلعت ب 600 الاكسلريشن لين اللي فوق خالص دي اللي هناك دي في على الشمال دي اللي انا سميتها سايد ايه 4 دي ماشي الراجل بيقول لي تصميمها برده جاي من 15 ورايح ل 60 ورايح في الداون جريد 4 هجيب برده الارقام بتاعتي من الجدول بالتصحيح بكل حاجه ماشي شباب يطلع الشكل ده كده ده الشكل المفروض انه مرسوم بسكيل بقى محطوط عليه الابعاد بتاعتك اللي الناس هياخدوها يصمموها بس ناقص انصاف الاقطار بس هتتحط ماشي يا باشمهندس طبعا الشكل ده شكل تعليمي بتاعنا احنا لكن الناس البروفيشنال بقى يطلعوه بالاوتوكاد كده لما يكون تقاطع بقى بالشكل ده يعني شايف ده فرشه التقاطع بقى خطوط المشابهه شايف الناس اللي داخله الطوال دي اشاره ودي اشاره ودي اشاره ودي اشاره يبقى انا عندي فور فيسز هنا كل واحد بيقف الباقي يقف وهو يمشي يعني اقوم قافل الاشاره على ده وده وده واسيب عمنا ده يتحرك يدخل يمين براحته يدخل شمال براحته ويمشي طوال براحته ماشي يا شباب؟ طيب نفترض يا دكتور الفيس بتاعتك الفيس سيستم بتاعك خليت الشمالات بتتحرك مع بعضها يعني الراجل ده هيدخل شمال كده مع اثناء ما ده بيدخل شمال كده هيأثروا على بعض؟ مش هيأثروا على بعض، بدي كده فيز واحد. فيز اثنين الراجل ده مع الراجل ده لهم علاقة ببعض؟ لا مش يبقى كده فيز اثنين. فيز ثلاثة طوالي ده مع ده. لهمش علاقة صح؟ فيز أربعة طوالي ده مع ده.
واللي عملته ده كرره تاني تالت ورابع. دي اسمها بيسموها الايه السايكل، السيجنال سايكل. ماشي شباب؟ دي هناخدها في الترافيك ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضره ناخد بريك. عرفت يا شباب؟ يعني الموضوع في الاخر مش مرتبط بان انا اعمل تخطيطه بس، لا انا هدوره ازاي بقى، هحكم الناس دي تتحرك ازاي. خلاص يا شباب؟ ده شكل تاني من التقاطعات، تقاطع زاويه قايمه بالشكل ده. شايف شايف التفاصيل؟ انا عاوز التفاصيل دي كلها. وده ده الرصيف بالمناسبه بيبقى ماشي مع الايه، ودي اللي تشيفرون اهي، وده انصاف الاقطار بتاعتك بتاخدها ماشي يا فوزي. ده كده بيسموها الايه فرش التقاطع بتاعك. طب لو تقاطع لوكال مع لوكال، ده لا في جزيره، ايه الاشكال بتاعتك؟ مش ملاحظين حاجه كده ان كان في انتظار قبل التقاطع؟ كانت العربيات واقفه في الحته اللي هي ده اهي، دي عربيات مركوب راكبه صح. اول ما اجي عند التقاطع دي تتاكل بقى، ما ينفعش حد يقف ينتظر واحد في التقاطع. ماشي يا شباب؟ شايفين هنا بقى لا في حاله تهدئه ولا حاله زياده سرعه، يا دوبك ايه اشارات بس. ممكن اعملها جيف واي كمان، ممكن اعملها ستوب سايد، لان انا عارف ان اللوكال مع اللوكال هيكون اخره كام عربيه يعني صح. يعني ينفع قدام بيتك تصبح الصبح تلاقي حاطين اشاره، لو انت ساكن يعني في 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 في, في مجاوره في حته من المدن الجديده في بلوك كده على جنب، اكيد لا. فهتلاقي الشكل اللي انت شايفه ده الشكل التخطيطي والتصميم بتاعه. خلاص يا شباب؟ طيب ايه ده بقى؟ ده الكلافر ليف بقى. بس ده المرسوم ده بيسموه الترافيك فلو دايجرام، شكل الاحجام الحركه بتاعتي اللي هتدخل المداخل بتاعتي. فلاحظ كده ان كان جاي 900 طلع منهم 225 يمين بقى 625، دخلهم 400 من البلوك دي بقوا 1075، بعد كده نزل منهم 1135 بقوا 940، اتضم لهم 600 بقوا كذا. الاسهم دي الدخله بتاعتها معتمده على عدد العربيات اللي داخله عليها. مش هي دي اللي اقدر اعرف انا محتاج هنا كام حاره؟ وهنا كام حاره؟ والحته دي كام حاره؟ بالمناسبه دي ممكن تكون اقل من دي، لان في شويه طلعوا منه. والحته دي تبقى اكبر شويه زي ما انتم شايفين كده. خلاص؟ فده بيسموه الترافيك فلو دايجرام. ده اللي منه بقى بعمل التصميم الجميل ده. ده بقى تصميم برضه اهو، انا بتسلم في مشروع التخرج في الطرق. بالشكل اللوب ديت عرضها قد ايه؟ والميول والجزيره اللي فوق، والجزيره تحت في الارض سحبناها وخليناها ايه؟ بلدوره صغيره فوق الكوبري. ينفع تبقى جزيره 10 متر واطلع فوق الكوبري اعمل جزيره؟ لا طبعا. تروح تعمل خرسانات ومصايب 10 متر تعمل ايه فوق؟ مين اللي هيطلع يقعد فوق في الكوبري؟ ماشي يا شباب؟ خلاص؟ فبيبقى اللوب اهي، اللوب سي اي وبي وسي، الاربعه لوب، وادي الاربعه رام. ماشي يا شباب؟ وادي الجزيره اللي كان عرضها كبير اتسحبت اهي وبقت صغيره. شايف اللوبز مرسومه ازاي بالتفاصيل بتاعتها بانصاف اكترها؟ ده عباره عن ايه يا شباب؟ خط ومنحنى افقي في اخره ومنحنى افقي في اوله. وحاره التهدئه اهي، وحاره زياده السرعه اهي. ماشي يا فنسيت؟ كل ده سهل جدا، مش صعب ولا حاجه، شكله كده يخض، لكن هو في الاخر قطعه لحتت من اللي انت درستها في الكورس، هورزونتال كيرف وفيرتيكال كيرف. ماشي يا شباب؟ ده الكوبري، والكوبري ده عشان يطلع فوق الطريق ده محتاج رم صح؟ محتاج فيرتيكال كيرف صح؟ وفيرتيكال كيرف من فوق ومن تحت ساك، وانا طالع الطلعه دي كده بتبقى ساك، ولما اطلع فوق الكوبري من فوق تبقى كريست. خدنا تصميم ده وتصميم ده، خدنا البروفايل بتاعه ازاي نعمل البروفايل بتاع الطريق. ماشي يا شباب؟ والميول الحته دي ما بين هنا وهنا كده اسمها ويفنج سيكشن، ركز قوي في الحته دي. قطاع المزج او التداخل اللي جاي من هنا ده كده هيمشي طوالي، واللي جاي من فوق ده عاوز ينزل، يبقى في تداخل هنا ولا مفيش؟ في تداخل، دي بيسموه ويفنج سيكشن. باجي في الامتحان كده اجيب لك رسمه زي دي واقول لك فين الويفنج سيكشن؟ هتعلم لي عليه كده. يا شباب؟ خلاص كده حد فاهم يا شباب؟ ممكن اجي اجيب لك رسمه زي ما اتفقنا واسمي لك الاماكن دي، واقول لك اللي جاي من السلام وعاوز يرجع السلام تاني، يعمل ايه؟ هتعلم لي بس على الشكل. هتقول لي والله انا جاي من السلام هنا اهو وعاوز ارجع السلام تاني، اعمل كده. فاكرين الحركه دي؟ خلاص يا شباب؟ حد فاهم؟ فاهمين كده يا شباب التقاطعات؟
ماشي. معلش مش هقدر اقطعها لثلاث محاضرات، هم حلوين قوي، تقطعات عليهم محاضرتين.